اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف الترند المحلي واهم الاخبار وابرز الاحداث المحليه، ونبتدي بحساب اليوم السابع اللي بيتكلم عن موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2022-2023. ان شاء الله يكون موسم مميز. خلاص قال لك الدوري بمشاركة 18 نادي، حاجة معروفة، لا يجوز لأي نادي شراء لاعبين إلا في حدود ميزانيته المقدمة في ملف التراخيص. البطولة هتبتدي يوم 16 أكتوبر. كمان حظر الاتحاد المصري أو حظر تنقل المدير الفني بين عدة أندية، مشددة على أنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي أن يتولى مسؤولية نادي آخر حال فسخ التعاقد من جانبه. النقطة دي بصراحة مهمة جدا في الحقيقة يعني. فيعني دي أهم وأبرز الأمور في اللي بتتعلق ببطولة الدوري الموسم الجديد. خلينا نروح لخبر آخر وتصريحات للنائب أحمد دياب رئيس الرابطة المصرية، واللي اتكلم في بعض التصريحات بالامس. قال الاتحاد الافريقي لم يكن سينتظرنا لتحديد الفرق المشاركه في بطوله افريقيا، وحدد موعد 30 يوليو، ولذلك اخترنا الاقرب للعداله الكامله. ويمكن حصل لغط في القصه دي، والناس قالت لك بيراميدز وبتطالب ان هي تشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا على حساب النادي الاهلي، لكن هو كان المعروف من قبل انطلاق هذا الموسم ان هيتم الاخذ ب نتائج الدور الاول. اللي نتج عنها ايه؟ نتج عنها ان الاهلي هو اللي يتاهل لدوري ابطال افريقيا. فبالتالي ما كانش في وقت، لان الاتحاد الافريقي كان طالب مده محدده او يوم محدد يبعت فيه الاسماء الانديه اللي تشارك في البطولات الافريقيه سواء دوري الابطال او حتى الكونفدراليه. اليوم ده كان امتى؟ يوم 30/7. بناء عليه بعتت رابطه الانديه المحترفه او اتحاد الكوره يعني كل الانديه المشاركه في البطولات المحليه. طيب لسه مع تصريحات الاستاذ احمد دياب، وده من خلال كوره 11، وقال سالنا كلاتنبرج عما اذا كان سيعلن العقوبات التي سوقعها على الحكام في الموسم الجديد، فقال ايه؟ قال انه لا يوجد دوري في العالم يفعل ذلك. طبيعي ومنطقي، لكن هو يمكن عمل حاجه مهمه قوي، ان هو عرض بعض الحالات وبعض ما يدور داخل غرف الفار، ونتمنى له رب التوفيق، لان احنا بصراحه الموسم اللي فات كانت حاجه صعبه جدا، مش صعبه بس دي حاجه محزنه الوضع اللي احنا كنا وصلنا له في التحكيم، بخصوص بقى روح البروتوكول وبخصوص الاحتواء والمصطلحات اللي احنا عارفينها دي المستغربه بصراحه من خلال رئيس لجنه الحكام السابق، واللي يمكن ما كانش فيه اي تطور ملحوظ في اداء اي حكم من الحكام، اي حكم حتى الحكام المميزين كان عندهم اخطاء كارثيه وما كانش فيه تركيز. ليه ما كانش فيه تركيز ساعتها؟ عشان كان في واحد بيطلع يدافع عنهم ايا كان هم غلطوا ما غلطوش، لكن المره دي ده الراجل ده ما بيهزرش واضح يعني. فنتمنى له التوفيق، لانه وارد ان هو يبقى موفق وارد لا، فمهم ان هو ان شاء الله باذن الله يكون موفق. لكن الاهم بالنسبه لي ان هو ما عندوش اي اعتبارات، دي جزئيه غايه في الاهميه. ما يعرفش الالوان، دي جزئيه غايه في الاهميه. فمن المنتظر ان احنا في الموسم الجديد نلمس تطور حتى لو بشكل بطيء شويه، بس يبقى في نحسين باي تطور يعني على مستوى الأداء التحكيمي في مصر يعني. طيب خلينا نروح لخبر آخر، وده أيضا من خلال الأستاذ أحمد دياب، واللي قال من خلال كمان في الجول على فيسبوك واللي نقله تصريحاته يعني. قال تصريحات مهمة جدا، وقال وقت أزمة تضارب المواعيد الخاصة بالأهلي قبل مونديال الأندية كان المسؤول عنها مين؟ ها؟ اتحاد الكورة وليس رابطة الأندية. وده حاجة معروفة بالمناسبة، المفروض اتحاد الكوره هو اللي كان يبقى ليه دور في القصه دي. ما اعرفش بقى يعني ما خدوش القرار ده ليه، او يعني ليه تباطؤوا. اتكلمنا في القصه دي كتير، لكن برضو توضيح لبعض الحقائق المهمه. طيب نروح للوطن سبورت، وبيتكلموا على فيتوريا وان هو خلاص هيعلن قائمه المحترفين لمعسكر المنتخب النهارده، وغياب النني ده امر مؤكد بسبب الاصابه الكبيره اللي اتعرض ليها. مش عارف ليه ارسنال لحد دلوقتي ما اعلنوش عن حقيقه اصابه النني او ايه التشخيص بتاع الاصابه، مش عارف، بس هو واضح على حسب تصريحات ارتيتا حتى الاخيره اللي هو مدير فني الارسنال، قال ان النني هيغيب عدد من الاشهر يعني. فهنلاقي طبعا صلاح، هنلاقي لاعبين محترفين، تريزيجيه طبعا، مصطفى محمد، ناس كتير من المحترفين المميزين يعني. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق مع فيتوريا في بدايه مشوار مميز. طيب نروح للحساب الرسمي كوره بلس على تويتر، نشر تصريحات لميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب الاولمبي في المؤتمر الصحفي النهارده، واللي قال في هذه الفتره بنقيم افضل اللاعبين ونختار القادرين على الاندماج مع اسلوب اللعب بتاعنا يعني.
فمتفائلين بصراحه بالاجهزه الفنيه لمنتخب مصر سواء الاول او المنتخب الاولمبي، لان واضح الاختيارات المره دي بعنايه شديده يعني مش بشكل كده عشوائي، فدي حاجه ايجابيه. خلينا نروح لخبر من المصري الرياضي وبشكل رسمي خلاص ده حقيقي، يعني البنك الاهلي يضم محمد ابو جبل، صفقه مهمه جدا لفريق البنك الاهلي اللي بصراحه عملوا موسم فات كويس قوي قوي قوي. يعني تدعيم الصفوف بابو جبل اكيد او مركز حراسه المرمى اكيد هيفرق بشكل كبير قوي مع فرقه البنك الاهلي، وخطوات مهمه بالنسبه لهم. ويعني اعتقد كل الانديه في الموسم الجديد هتبقى انديه واقفه على رجليها، انديه قويه جدا مجهزين نفسهم بشكل جيد، والمنافسه طبعا هتبقى صعبه للغايه. نروح لخبر اخير وهو من كوره بلس، فيوتشر يضم جنش نهائيا من الزمالك باستغلال الشرط الجزائي، ويمكن هو جنش كان اعاره من الزمالك لفيوتشر والاعاره انتهت، بس كان في بند احقيه الشراء فعله خلاص مسؤولي فيوتشر واصبح جنش لاعبا رسميا لفريق فيوتشر في الموسم الجديد، برضه صفقه مهمه. ده بخصوص الترند المحلي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل بعض الاخبار المهمه. استنوا